ان شاء الله كل عام وانتم بخير دكتور وجمهورنا الحبيب في اقطارنا العربيه والاسلاميه بالف خير. وفي البدايه دكتور حابين نعرف سادة المشاهدين عن سبب هذه التسميه بيوم عرفه او يوم عرفات، وكلاهما جائز حسب ما فهمنا في هذا اليوم العظيم الذي يشهد في هذه الاثناء بفضل الحجاج من جبل الرحمه الى منطقه مزدلفه. ربنا يبارك فيك. اولا انا فرحان ان في جامع من المذيعين، وطبعا في اعظم المناطق عند الله سبحانه وتعالى واعظم الاماكن على الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه حج بيت الله الحرام. فاحنا يعني الوان عظيمه من الامه الاسلاميه من مصر ومن العراق ومن فلسطين، شيء طيب جدا اسعدني صراحه. اسال الله القبول وان يجمعنا دائما على خير. اما بالنسبه لسؤال حضرتك عن عرفات وسبب تسميه الاسم، فالكلام مختلف فيه. يعني قيل في يوم عرفات انه لتعارف ادم عليه السلام وجاء من منطقه، يعني بعد ان نزل من الجنه بامر الله سبحانه وتعالى، فتقابل مع حواء في هذا المكان فقيل جبل عرفات حيث تعارف ادم على حواء. وقيل ايضا فيه ان جبريل عليه السلام كان يعلم جدنا وابانا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء مناسك الحج، ويقول له في نهايه كل ركن او كل نسك من المناسك اعرفت، فيقول اعرفت فسمي جبل عرفات. لكن الاوقع والاقرب للنفس وللعقل اللي هو عرفات جايه من التعارف، انك انت عرفت مناسك الحج، انك انت التزمت بمناسك الحج، انك انت بتتعارف مع الناس الاخرين من بلاد اخرى، فصار بينكم معرفة وألفة ومحبة في الأيام المعدودة اللي احنا بنشوفها. فده الأقرب إلى العقل والأقرب إلى المنطق إن ده يكون سبب التسمية. الشق الآخر من السؤال بتاع حضرتك، جبل عرفات، هي المنطقة كلها عرفات، ولأن المنطقة كلها عرفات وفيها جبل فسمي جبل عرفات. الناس تهتم جدا بالطلوع إلى الجبل، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت الناس كلها طلعت الجبل وما استحملناش كلنا ولا خد الأعداد كلها. المنطقة كلها عرفات، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا واد فيه، وادي عرنة، النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس أو أي شخص ينزل إلى هذا المكان.